كل التحيه ليك يا كابتن اسلام وكل ضيوف حضرتك الكرام ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. معي في هذه الاثناء صاحب الهدف الثاني محمد مجدي قفشه. مبروك الهدف، مبروك ثلاث نقاط مستحقه للنادي الاهلي النهارده، فوز التاسع على التوالي. قفشه، مباراه مهمه جدا. حبيبي طبعا تحياتي للكابتن اسلام طبعا وضيوفه. الحمد لله طبعا اول حاجه على المكسب، ببارك لجمهور النادي الاهلي وببارك للعيبه كلها. عملنا ماتش كويس، قدرنا ناخد ثلاث نقط وده اهم حاجه يعني الحمد لله. المباراة كانت صعبة جدا، كل مباراة بتزداد صعوبة عن المباراة الثانية. الفرق كلها طمعانة النهاردة، فريق مصر المقاصة طمعانة انه يحصل من النادي الاهلي على نقطة، ولكن دايما الرهان بيبقى على شخصية لعيبة النادي الاهلي. بص عايز اقول لك ان كل الماتشات هتبقى صعبة لانك انت بتكسب، فدي مشكلة. كل واحد هيجي يلعبك هيبقى عايز هو يبقى اول فرقة تكسبك، فدي هتبقى صعبة. ومع الماتشات كمان ضغط الماتشات وكل الكلام ده كله، فما فيش حاجة سهلة فاهم. فانت عشان تبقى بطل لازم تكسب كل الماتشات، فدي اهم حاجة يعني. وان شاء الله نقدر نكسب الماتشات كلها. عندنا ماتش كمان 3 ايام اف سي مصر، وده اهم حاجه بنفكر فيه. خلاص الماتش ده خلص، هارد لك طبعا نادي المقاصه، فريق محترم والحمد لله. وان شاء الله الماتش الجاي نفكر فيه بقى، خلاص الماتش ده انتهى خلاص الحمد لله. ظل تلحم المباريات، النادي الاهلي ما بين المباراه الافريقيه والدوري المصري، غيابات اصابات، لكن لعيبه النادي الاهلي يعني اي 11 لاعب في الملعب، واحنا دايما بنقول للاهلي بمن حضر، اي 11 في الملعب بيأدوا الغرض، بيأدوا المهمه واحراز الثلاث نقاط. بص انا معاك طبعا في النقطه دي، انت عارف الكوره ما بتقفش على حد. ممكن لعيب يقصر، ممكن لعيب مجانه، لكن احنا الحمد لله عندنا 30 لاعب، كل لعيبه كويسه، 30 لاعب حتى اللعيبه الناشئين اللي معانا كويسه. فالمدير الفني طبعا دي حاجه بتاعته هو، ترجع له هو يقدر يلعب مين وما يلعبش مين، لو حد مصاب يقدر هو يوظف لعيب تاني، دي بتاعته هو بس. واحنا الحمد لله كلنا 30 لعيب رجاله، والناس كلها بتعمل اللي عليها، واي حد بيلعب ما فيش حد عايز يبقى وحش، كل الناس بتفكر انها تلعب تبقى كويسه عشان تثبت في الملعب بس، ودي اهم حاجه يعني. ودي كل ده لمصلحه الفرقه اكيد يعني. تاني وان سايد جيم، نزول وليد سليمان وجيرالدو، ابرز التعليمات اللي قالها مستر ريني فايلر ما بين شوطي اللقاء. لا مفيش، دايما هو بصراحه ما بيكلمش كتير يعني، دايما بين الشوطين يعني لو في خطا او اتنين بيصلح للعيبه، ودايما بيتكلم مع اللعيبه كويس، بيتكلم مع اللعيبه بايجابيه ان احنا مش هنطلع غير بالثلاث نقط، وده اهم حاجه بصراحه. هو لو في خطا من حد او حاجه بيحاول يصلحه له بهدوء طبعا. وعشان كده الحمد لله دايما لو تلاحظ بننزل، لو الشوط الثاني نقاط مش مركزين قوي، الشوط الثاني بننزل اكتر، وده اللي بيحصل بقى لنا كذا ماتش بنكسب في الشوط الثاني، وده اهم حاجه بس. سؤال بقى بالتحديد لمجدي قفشه، تحس ان قفشه مولود جوه النادي الاهلي، يعني سريعا خد على اجواء لعيبه النادي الاهلي، اتربي جوه ملعب النادي الاهلي، اعتقد يعني دور لعيب النادي الاهلي ان قفشه سريعا يندمج مع لعيبه النادي الاهلي، ده امر مهم جدا. بص طبعا كل حاجه توفيق من عند ربنا، ده طبعا حاجه لوحدها، لكن بترجع لشخصيه اللعيب، بترجع للعيبه اللي حواليك. انا بصراحه كل الناس كويسه معايا، كل الناس قريبه مني، حتى لو ما فيش علاقه بيني وبين حد قويه، لكن في احترام بيننا وبين بعض، ودي قلتها قبل كده، دي اهم حاجه. طول ما انت علاقتك محترمه باللعيبه دي بتخليك تخش الفرقه بسرعه. طبعا لما جيت قعدت مع الكابتن احمد فتحي في الاوضه دي قربتنا اكتر. فلعيبه الاهلي بصراحه اللعيبه كلها محترمه، اللعيبه كلها كويسه، انا ما بشوفش حد فيهم وحش، كل اللعيبه كويسه وكل الناس علاقتي بيها كويسه الحمد لله. عشان كده الواحد يعني تقريبا ربنا بيكرمه عشان خاطر الحاجات الصغيره دي يعني. قط جمهور النادي الاهلي في محمد مجدي قفشه ده مهم جدا، ويعني في حاله من الحب ما بين جماهير النادي الاهلي ومحمد مجدي قفشه. طبعا طبعا انا دي بحمد ربنا عليها طبعا، دي بتاعت ربنا فاهم، ان انت الجماهير يكون بيحبك كده بالشكل ده، دي حاجه كبيره ومش حاجه قليله. انت عارف جمهور النادي الاهلي كبير، بس انا طبعا بحمد ربنا عليها. وقلت قبل كده انا لسه ما عملتش حاجه، انا لسه عندي كتير قوي، لسه قدامي كتير، لسه ما عملتش اي حاجه تقريبا، انا لسه في البدايه، بقى لي 3 4 شهور في النادي الاهلي، فان شاء الله عندي حاجات اكتر من كده وهقدمها ان شاء الله للنادي الاهلي باذن الله. اشكرك يا كابتن مجدي. لا قبل ما اشكرك، النهارده عيد ميلاد ابو كريم، تحب تقول له ايه وهو بيحتفل بعيد ميلاده والهدف الاول اللي حرزه؟ قلت له على الجون، وقلت له ان شاء الله هتجيب جون النهارده عشان عيد ميلادك، وقلت له كل سنه وانت طيب كمان. حبيبي ربنا يخليك.